اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. استاذ جمال، بما اننا بنتكلم، عايز اتكلم شويه عن مباراه امبي امبارح واهم المكاسب من وجهه نظر حضرتك في هذه المباراه. يعني في ناس كتير اتكلمت عن ديانج، في ناس اتكلمت عن ميكيسوني، في ناس اتكلمت عن حسام حسن، احمد عبد القادر ودوره، عوده بعض اللاعبين بالظبط. اولا سبب غير فني، وهو ان هذا الفوز على امبي وقف ماكينه الشائعات. اوكي، وفر اجواء مختلفه. صحيح. لو حصل لا قدر الله ان كان الاهلي خسر هذا اللقاء، يعني انا كنت متصور سيناريوهات عنيف بشعة. يا ريس، ده لو كسب باداء وحش برضو الناس ما كانتش ايا كان، لكن الاداء كان اداء واضح جدا انه متغير للاحسن، حتى في الحاله اللي اتكلم عليها الاستاذ محمود اللي هي الروح الفنيه الحمراء. ما هي ما هو ده فعلا اللي بيميز على طول. والنادي الاهلي كان طول عمره ايه، مش يعني كان دايما حتى لو الاداء الفني وحش كان بيتميز بالاداء الروح القتالي اللي هي احنا بنسميها روح الفانيلا الحمراء او روح الفانيلا. صح، هي دي اللي كانت بتميز وبتخليك تلعب لغايه اخر دقيقه. ومش لازم برضو، يمكن الاستاذ عصام قال حاجه، حكايه الاهداف اللي بعد الدقيقه 90 دي عمليه مقلقه جدا. طبعا مش مضمونه، يعني عمليه غير مضمونه. انت لازم تبقى بتلعب من البدايه في فرص سهله جدا بتجيلك وما بتحسنش استغلالها، سواء لمحمد شريف او غيره، كل واحد، بس كل واحد عنده وضعيه خاصه وظروف معينه نقدر نقول ان احنا بنديله العذر فيها. يعني في فرص ضاعت من محمد شريف في الاحوال العاديه بتاعته لا يمكن تضيع، ما تضيعش خالص. فبالنسبه بقى للمكاسب، طبعا الاسماء اللي حضرتك قلتها، احمد عبد القادر اسم اعتقد انه مع الوقت كمان هيبقى مهم جدا جدا. عندك ميكيسوني المباراه الثانيه برضو اداؤه بيتطور، محتاج ان هو ينخرط اكتر مع الفريق، وده مش هيجي غير بالماتشات. مين تاني عندك؟ عمر حمدي لسه مش لا غير عمر لا اللي لعب اليو ديانج مثلا. اليو ديانج مثلا امبارح ادى اداء رائع، على مش هقول الشوط الثاني. بدر بنون بدر بنون، لا انا بتكلم على اللي هم كانوا تقيلات امبارح. يعني اليو ديانج ده كان واخد الملعب رايح جاي وقوي، عامل ثلاث تريكات وتلاقيه وتلاقيه في كل مكان. حقيقه. مين تاني؟ اكرم توفيق. صلاح محسن لما نزل، اكرم ايه الرجوله دي؟ صلاح محسن لما نزل الماتش ده ما كانش يخلص غير بلعبه زي دي. يعني هو حط رجله اللي هي اللمسه الاخيره، هو هداف بالضروره. يعني مثلا الناس بتشيد وانا كمان بقفشه ان هو بيوصل الكوره لغايه اللمسه الاخيره اللي هو الاسيست يعني، لكن اللمسه الاخيره كمان مهمه جدا. تخيل مكافاه صلاح محسن اللي حط الاسيست بتاع الجابون واللي مكتتب بهدف امبارح، نعم، ما راحش المنتخب يعني. استبعدوه. غريبه جدا، حاجه غريبه برضو. يعني لا عموما، يعني عموما انا شايف كمان انه في تقارب في الخطوط غير الماتشات اللي قبل كده. يعني بقى في، ودي نقطه مهمه قوي لابد من الاهتمام بيها اكتر، وهي الجانب الدفاعي. لان انت بتلعب يا كابتن اسلام وانت مطالب دايما انك بتهاجم وبتكسب، ده ممكن يحدث بسببه فراغات في الدفاعات. بس ما كانش الاهلي قبل كده بيحصل فيه كده. ما هو ده اللي انا بقوله بقى، ان انت تستعيد برضو قدرتك على الاداء وتقرب. مليون، انا بقولها لك ومع كامل احترامي للجميع، فرقه كانت تفكر مليون مره انها تقرب من المرمى. بس انا عايز اسالك ليه كانت بتبقى بالمشكله ليه الاداء، هل كل ده انت عودتهم على كده؟ ما هو انا برضو هسال حضرتك نفس السؤال، هل كل ده في ماتش واحد؟ لا 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 لا، لا في ماتش واحد يا كابتن، كذا ماتش كتير كابتن اسلام، لا يعني ماتشات كتير يا كابتن اسلام، لحظات فنيه يعني متكرره، المباريات الاخيره في الدوري كلها.